كالعادة بنبدأ بموجز الأخبار. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيشاهد التدريب الأخير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد قبل خوضه مباريات كأس البطولة بالتوفيق بإذن الله. الحمد لله على السلامة. كأس العالم لكرة اليد الأصلية تصل بصحبة المنتخب الدنماركي ووصول بعثات 15 منتخب حتى الآن. الأهلي بيعزز صدارته لترتيب الدوري المصري بفوز كبير على الإنتاج بأربع أهداف مقابل هدف في ليلة وليد سليمان. وعاشور قلب الأسد يسجل من جديد لنادي الزمالك هدف والأغلى بثلاث نقاط ويرفع رصيده من النقاط إلى 16 متساويا مع الأهلي في الصدارة. أول لمسة وأول ظهور أحمد ياسر ريان بيقود سيراميكا للتعادل مع المقاولون العرب بهدف ولا أجمل، وفي مباراة جميلة سموحة والبنك الأهلي التعادل 2-2. لجنة الانضباط بالاتحاد المصري بتغرم حلمي طولان، سيد عبد الحفيظ، هاني سعيد 50,000 جنيه بسبب انتقاد الحكام. هناك ضحك كالبكاء، اتحاد الكورة بيطالب وزارة الرياضة بإدراك كل الفرق بمختلف مستوياتها على جداول لقاح كورونا. طيب حضرتك أخبار المساحات لإيه؟ شلتها من الدوريات غير الدوري الممتاز ليه؟ ممكن تجاوبنا لو سمحت؟ يا ريت حد من اللجنة الأحادية يجاوبنا. وإنبي يعلن تعاقده مع المهاجم الغاني كواني كاري كاري بعقد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر. وألف سلامة على نجمنا الجميل محمود تريزيجيه بعد شفائه من الإصابة في رأسه، الكورونا تطارده والغياب يستمر. 1,000,000 سلامة عليك يا محمود. ويبدو أن إنفانتينو سيواجه أيام صعبة بعد رفض محكمة سويسرية اتحادية اعتبار الاتحاد الدولي الفيفا طرف في التحقيقات الجنائية ضد رئيسه إنفانتينو، وبتكمل مشوار التحقيقات معاه. ونادي برينتفورد الإنجليزي بيعلن تأجيل مباراتيه المقبلتين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بسبب حالات كورونا. تعيين أبيلاردو فرنانديز مدربا لديبورتيفو ألافيس الأسباني، وهويسكا صاحب المركز الأخير بالدوري الأسباني يقيل مدربه ميشيل سانشيز. خطوة يا ميار ونوصل إن شاء الله. بطولة استراليا فازت على الأمريكية جريس مين في الدور التمهيدي الثاني، يتبقى لها مباراة مع الصربية كرونيتش. يا رب تفوز وتوصل بإذن الله، خصوصا بعد خروج محمد صفوت. والاتحاد الدولي لكرة اليد بيعلن مشاركة منتخب مقدونيا الشمالية بديلة للتشيك وسويسرا بديلة لأمريكا بعد الانسحاب بسبب الكورونا.